فقط إلى تبعتي إن شاء الله بإذن الله هاد الوصفة مع هاد السر اللي غادي نعطيك إن شاء الله في هاد الفيديو هذا اللي غير حياتي وغير تربية ولادي إلى الكثير الكثير اللي ما كنش كنتوقع نشوفه فيهم وليت كنشوفه الحمد لله بعد ما كانوا معذبيني وليت مرتاحة الحمد لله والشكر لله تبارك وتعالى على الفضل ديالو. هاد النصيحة اللي غادي نعطيكم اليوم وهاد الوصفة اللي غادي نقدم لكم اليوم وهاد الكنز اللي غادي نمد لكم اليوم غادي ترحموني عليه إلى الممات، لأن نفعني أنا بزاف 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 بزاف، ريحني وقلت غادي نتشاركوا مع اخواتاتي باش هما ما يبقاش عندهم هذا المشكل هذا ان شاء الله باذن الله، وننفعهم كما تنفعت انا. كنتمنى منكم دعوه خير. عندك ولدك ما كيسمعش الهضره، قبيح معذبك كيدير الحاجه تقولي ليه اليمين نقول لك الشمال، عليك بهذا الفيديو هذا تبعيه راه غادي يفيدك، خصوصا 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 الامهات راه غادي يفيدك اختي بزاف 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 بزاف. غير تبعي معايا راه ما يكون ان شاء الله غير الخير ان شاء الله باذن الله، لانني جايه نعطيكم حاجه من القلب الخالص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله جيت باش نتشارك معكم موضوع ووصفة إن شاء الله بإذن الله. الموضوع يخص تربية الأبناء، تربية الأبناء تحت الطلب ديالكم طبعا. غادي نتكلموا اليوم على هذا الموضوع هذا اللي ماشي سهل طبعا. بزاف ديال الأخوات كيكتبوا لي في التعليق عييت من مع وليداتي عيوني، يعني صافي مسكينه وصل ليها الصبر للبلافو كما كنقولوا. هاد الامهات هادو انا نقول لكم المشكل فين كاين، وغادي نعطيكم بعض الاسرار اللي استعملتها انا وشت يعني الفائده ديالها امام عيني تبارك الله. انا راه عندي ثلاثه د الوليدات وهذا ما كيشبه لهذا، باش تفهموا هاد القضيه انه واخا يكون عندك الاول مزيان الثاني يقدر لا والثالث يقدر يكون اخيب او افضل. يعني ما عمرك ما تطبعي وليداتك على الاول، يعني طبعي واحد على واحد، يعني هذا راه غادي يكون بحال خوه، مال هذا ما شبه الخوه، كل واحد وشخصيته، كل واحد وعقليته، حتى واحد ما يشبه الاخر واخا هما ولاد ام واب واحد. خاص الامهات يفهموا هذا الشيء، حتى انا كنشوف بعض الاخوات كيقولوا عندي الاول مزيان ما عرفتش هذا مالو هكا. لا راه كل واحد كيفاش داير، كاين اللي طفل مسالم يعني ومطيع كتقولي ليه الحاجه كيديرها، وكاين اللي عنيد هضرتك بهضرته كما كنقولوا. لا هذاك يعني كاين خلل في التربيه. انا غادي نوريكم هذا الشيء وغادي نوريكم بعض الاسرار اللي غادي تنفعكم ان شاء الله، اللي مجربه مني شخصيا غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف. غير تبعوا معايا الفيديو من البدايه الى النهايه، ما تنساوش ديال الاشتراك في القناه اللي اول مره كيشوفني، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو باش جميع الاخوان والاخوات اللي عندهم هذا المشكل هذا يستافدوا، وكثروا ليا من التعليق ومن اللي لايك. المهم البنات، بالنسبه للاخوات اللي وليداتهم باقين صغارين راه مازال عندكم فين تسيطروا، واخا الوليدات دابا غير كيفوتوا عامين. انا كنشوف شي وليدات يلا فاتوا عامين مشاكس بزاف، يجري فوق سدادر يضرب الناس يعاير يطلع لك للسراج يهرس وما كيحشمش، هذاك مدلل بلا قياس، مدلل بلا قياس باش تفهموا هذا الشيء. راه ماشي اي حاجه كتعالج وصفار، حتى التعامل. هاد الوليدات اللي ولينا كنشوفو ديال هاد الاثر، انا كنت سمعت واحد العالم قالها، كنت تفرجت انا فهادشي ديال علم التربيه ولقيت كلامه صحيح. شنو قال؟ قال بان الاطفال ديال هاد الوقت دابا راهم ماشي اطفال بصري سمعيين، اطفال بصريين. يعني ان الولد ملي كتعيطي عليه كتقولي له مثلا ياسين جيب لي نشرب، ياك كيبقى هو ما كيجاوبكش، كتعاودي تقولي لي ياسين جيب نشرب حتى كتنوضي تبغي تضربيه. الا ما دارهاش يعني غادي تنوضي تبدي تغوتي اولا تضربيه اولا يعني تخاصمي معاه. لا شنو قال؟ قال حركيه حتى تيشوفك، يشوف فيك عاد قولي لي ياسين جيب نشرب كيمشي. وجربتها ولقيتها صحيحه البنات، والله الا جربتها ولقيتها صحيحه. علاش؟ لان كما قال هو كيخدموا بالسمع، حتى الحدود 7 سنين تيبقى تيخدم غير بالسمع، ان عينيه ان عينيه ما كي واخا كيشوف ديك الحاجه راه ما مستوعبهاش مزيان. ولقيتها صحيحه وجربوا غادي تشوفوا. انا الوليدات اللي عندهم عامين 3 سنين 4 سنين كتقولي اجي ما كيجيش مسيه قيسيه اجي راه غادي يجي، كونوا على يقين. علاش؟ لانني انا سمعتها وجربتها مع اولادي بثلاثه الحمد لله راه مزيان. ولكن بغيت نقول لكم راه الولد الاول ما تيكونش بحال الثاني بحال الثالث بحال، التربيه تكون واحده طبعا
ولكن نستعن بالآيات، نستعن بالرقية، لأن حتى العين تدير داكشي. يعني إلا كانت العين ضربة ليا ولادي ديما يبقاو ليا مخاصمين، ديما مدابزين، ديما ما يسمعوش الهضرة، ديما علاش؟ لأنهم مساكن بريوسهم، راهم مراد غير ما عارفين ما يقولوا. فهمتي دابا شنو بغيت نقول لك؟ العين والحسد والناس اللي تابعينك، يعني بحال التابعه، راه حتى هما تيديروا هذا المشكل هذا. يعني كتخرج لك ديك العين في وليداتك. حصني دارك، حصني وليداتك بالاذكار، بالرقيه، بكل شيء. يعني دائما نواظب على قراءه القران، على الطهاره، على حتى وليداتي نعلمهم هذه راه صلاه الفجر، هذه راه صلاه الظهر، هذه شحال فيها من ركعه. واخا يكون صغير تقولي هذا راه صغير، واخا تجري ولدك عنده عامين تقولي اجي وقف حدايا وانا كنصلي، هادشي ما تيعنيش انه راه ما عارفش، راه عارف. وهداك الشيء كيدخل ليه الذاكره ديالو، كيتركز. يعني واخا تبغي تحيديه ما تيتحيدش، هذاك الشيء كيتشبع به لداخل. مثلا انا كبرت في واحد العائله محافظه، انا اللي قدامكم ياك، كنفيق من الناس كنلقى جده كتصلي الفجر، كنلقى بابا كيصلي، كنلقى خويا الكبير كيصلي، كنلقى ماما كتصلي. كيفاش غادي تكبري؟ تتكبري كتبقي تشوفي داك الشيء كتقولي راه حتى انا خاصني نكون هكا. علاش؟ لان الوالدين ديالنا قدوه لينا. دائما الام الا كذبتي قدام ولدك عولي حتى هو راه غادي يكون كذاب، ولا سرقتي قدام ولدك وقلتي لا لا معليش حتى هو راه غادي يديرها، وهو ما تتكونش عنده القدره في الصغر باش يقول لك علاش انت، ياك تيخليها لك حتى الكبر تيفاجئك بها، تيقول لك داك النهار داك العام راه درتي وها درتي. فهمتي؟ حاولي ما امكن انك انت ما تكذبيش قدام ولادك، ما تخلطيش الناس بزاف، ما تدخليش صحاباتك بزاف، حاولي تكوني محافظه على الهدوء ديال الدار ديالك. هذه شي حاجه مهمه، وسبق لي وقلتها لكم في فيديوهات اخرين على حسب التجربه ديالي، هذا الشيء على حسب تجربتي المتواضعه، كنتشارك معكم داك الشيء اللي عرفت على حسب معرفتي وعلى حسب تجربتي. وهذا الشيء راه كاين، ماشي ما كاينش، مع الاستئانه كما قلت بعض المشروبات اللي كتهدأ الاعصاب، يعني كتهدأ الاعصاب ماشي كتنعس. انا ضد اي حاجه كتنعس، سواء من الاعشاب او من الادويه الصيدليه. يعني قد ما قدرت انني نهدن ولدي، ماشي نعسو يولي ليا مكلخ بحال زمان كانوا كيعطيو لولادهم الكوزه والحرمل وكذا كيخرجوا مكلخين البعض منهم. انا ماشي كنقول زمان كلشي، بالعكس زمان خرجوا علماء قدهم قداش تبارك الله وصلى عندهم الصبغه يكونوا ولادنا بحال هكا. كنعرف انا بعض العائلات، انا ما كنقولش كلشي، ما كنعممش، كيديروا هذا المشكل، كيعطيوهم الحرمل في البيبرون مع الحليب او لا الكوزه مع الحليب، الدري كيولي مسكين كتهضري ليه هكا كيهضر لك هكا، وديما ناعس ديما مصهوط. هذه راه ماشي تربيه، راه ما عندكش اجر، راه خصني نتادب ونهزو نحط. وما تنساوش بان الطفل العنيد راه عنده شخصيه، يعني اللي تيقول لا لا، انا تنقولها لولادي اقسم بالله ما عجبتنيش هذه، لا ما عجبتنيش، ما باقيش دير لي انا الوجه تقول لا ماما كتشوف ولا بابا كيشوف ولا ما نقلقهمش. لا در انت شنو بغيتي؟ انا شحال مره كنبغي نشري ليه شي حاجه كنقول ليه واش عجبك، تيقول لي اللي بغيتي، صافي تنحطها وكنمشي. وعلاش حطيتيها؟ تنقول لي قلتي لي اللي بغيتي، راه ماشي انا اللي غادي نلبس، راه انت مثلا، هذا مثال. في الماكله ثاني تنتشاوروا شنو ناكلو، علاش كتعطيهم اهميه؟ كتعرفيهم بحق الزمان بان هذه شنو كيدير فيها وهذه شنو كيدير فيها، فاش تبغي تقدي خرجيه معاك يهز يحط يشوف بعينيه، ما تعطيش تقل باش ما تقرديش فيه الجهد كما تنقولوا، ولكن على الاقل يحضر ويشوف فهمتوني شنو تنقول، ويشوف الناس كيفاش كتعامل في الزنقه، بان الحياه راه بغات يعني الرجل او المراه يكون يعني معقول وجدي، وما كاين لا ادمان لا حباسات لا والو. انا كنعرف بعض الناس اللي كنتمنى من الله يفرج عليهم ولا لي يوصل شي مسلم من داكشي اللي يعني خطؤوا في التربيه، بزاف ديال الدلال، بزاف 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 دلهم لواحد القضيه ما عرفتش كيفاش نقول لكم كاع، بزاف يبغي الحاجه هاك يبغي، مع انهم عائله، ماشي تنقول انا عائله يعني برجوازيه لدرجه بغى هادي هاك الفلوس يوميا، هما عائله يعني قد الحال وخصهم يجبدوا ليه الفلوس من الصغر. فاش كبر ما بقاش كيطلب لك 10 دراهم ولا 5 دراهم، ولا كيطلب 100 درهم و200 درهم، منين غادي تجيبيها لي؟ وعلاش ولفتيها لي في الصغر؟ خاص ولادنا ما نعلموش ليهم الفلوس، هذه من جهه. ملي كبر هاد الولد هذا راه دابا في الحبس، خاصكم تفهموا هاد الشيء، بان الولد الا كان في المستطاع ديالي ندير ليه شي حاجه مرحبا على عين الراس، ما عندي ما عزم ولادي. هي هذه كاينه، واحيانا راه تكون ونقول ليه ما كايناش، يتعلم شي حاجه سميتها ما عنديش ما كاينش،
دونك خصك تقضي باللي كان. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني ماشي غير الا كاينين صافي راك التبدير، ان المبدرين اخوان الشياطين، ما عمركم ما ديروا بحال هكاك. ماشي قال لا خصنا نخرجوا للالعاب صافي خصنا نخرجوا للالعاب، لا انا فاش كنقول عنده شخصيه بمعنى يعبر على الراي ديالو، ملي كتكون الهضره دايره يختار الوقت المناسب فاش يدوي. انا هذا المشكل لقيته مع ولدي الكبير، انه كيدوي كيدخل في حوارات ديال الكبار كنسكتو باش كنكون غير انا وياه، اولا تنقول ليه سير لبيتك مثلا ما تيرضاش، صافي الولد غير كيفوت 9 سنين تقولي ليه اسكت ولا ما تدخلش ولا بعد من هذا الشيء ما كيرضاش وكيدير راسو قوي. هذا الشيء هذا داخل في واحد السن اخرى، يعني بحال كيحس براسو ولا راجل كبير ولا راجل بعقله وكذا كذا 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 بزاف ديال الحاجات. انا كنت كنستعن بواحد الحاجه اللي هي بعض الايات القرانيه اللي سبحان الله تعالى اللي نزلهم فيهم واحد الفضل كبير 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 جدا في تربيه الابناء. ايات قرانيه ماذا بك انك تبقاي تقرايها وراء كل صلاه في الدعاء ديالك، دائما قوليهم وطلبي اشنو بغيتي من خلال يعني هذاك الدعاء ومن خلال التربيه ديال الابناء. يعني انت كتطلبي شي حاجه تربيه ولادك، فهمتيني؟ ماشي بعيد على هذا الشيء. هاد الايات صالحين للناس اللي عندهم الوليدات، يعني ما عرفتش كيفاش نقول لكم، ماشي مزيانه التربيه ديالهم، خايب السلوك ديالهم، متعجرفين، ما مادبينش، ادبوك في حياتك او اي سلوك اخر ماشي مزيان. بزاف ديال الناس كيتشكاو من هذا المشكل هذا، ولذلك انا قلت غادي نقول لكم هاد الايات هادو كيما نفعوني انا ينفعوكم ان شاء الله حتى نتوما. اشنا هما الايات؟ سجلوهم في ورقة الأخوات الكريمات باش ما تنسوهمش، وغادي نوريكم الطريقة كيفاش تستعملوهم ونوريكم المشروب إن شاء الله اللي كيهدأ الأعصاب. ما تحاولوش أنكم تبينوا لهم بأنكم كديروا هذا المشروب لأنه كيهدأ الأعصاب، لا، غير فقط واحد شوية من هاد الأعشاب اللي غادي نوريكم. غادي تبقاو مثلا ديروهم في الشاي اليومي ديالكم أو لا شي حاجة نهار أو نهار لا، لانهم مزيانين بزاف بزاف بزاف، بدون ما يرخيو بدون ما يعني يديروا شي حاجه للدماغ، بدون ما انهم ينعسوا، فقط كيهدؤوا الاعصاب. غادي تكتبوا هذه الايات الكريمه العظيمه اللي غادي نعطي لكم دابا ان شاء الله. غادي تكتبوا يعني هذه الايه هذه بعد الاولى من سوره الاحقاف، غادي نعطيكم انا ثلاث ايات ان شاء الله باذن الله غادي ديريهم، غادي تشوفي العجب في تربيه الابناء ديالك، غادي تغير 100%، غادي تهدنوا غادي يوليو مزيانين. ولكن خاصك اليقين، اليقين شنو كان يعني به، بان الا درت هذه الايات راه ربي غادي يستجب ليا، ماشي نديرهم على الله، نديرهم ما ربنا نبرا، ربما غادي نبرا، فهمتوني؟ هذا هو الغلط الكبير، كما قلت هذا غلط كبير، حاولوا ما امكن انكم ما ديروش. يعني كونوا على يقين ان الله كيسمعك وكيشوفك غادي يستجب لك. واخا بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي واني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. هاد الايه هذه من سوره الاحقاف، حاولوا ما امكن انكم ما تقولوا على سبعة المرات، ماشي شرط ولا شي حاجه، ما كاين هنا حتى شي شرط. غادي تبقاو بعد ما ترقيو وليداتكم، رقيو وليداتكم، راه وريتكم كيفاش ترقيو راسكم من العين والحسد لا نتوما لا الوليدات ديالكم في واحد الفيديو. غادي ترقيو وليداتكم وبقاو تقولوا هاد الايه يعني وراء كل صلاه، كل صلاة طلبي الله، يعني قولي هذه الآية هاد الثلاث اللي غادي نعطيك وطلبي الله. بالنسبة للآية الثانية أخواتي كاينة في سورة الفرقان، الآية تقول ربي هب لنا من أزواجنا آية. ردوا البال بأنها كاملين هاد الآيات هادو كيستجبوا للناس اللي أولا كيهضروا على الناس المزوجين وعلى الحياة الأسرية. ردوا البال، راهم زوينات بزاف بزاف، ما غاديش نحتاج انا نشكر القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هو راه هضر على راسو شي حاجه اللي هي عظيمه لا تناقش، فهموني، اي حرف حرف من كتاب الله ديريه باليقين وبالنيه راه ربي غادي يسر لك الامور وغادي يستجب لك. طبعا بالنسبه للايه الثالثه غادي ديروا الايه الاخيره اللي هي من سوره الشعراء، غادي تقولوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. صافي، يعني ان هاد ثلاث ايات شرقات لي هنا،
هاد الثلاث ايات هادو الا داومتو عليهم يعني ورا كل صلاه الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، حاولوا ما امكن انكم ديروا ركعتين في جوف الليل. اشنو الهدف منهم؟ الهدف منهم ان الله يسخر لكم الوليدات، ان الله يصلح التربيه ديالهم، ان الله يعاونكم على تربيتهم، لانها فعلا تربيتهم صعيبه، وخصوصا مع هذا الوقت هذا اللي كثيره فيه الانترنت، الطابليت، البيسي، التلفزه، الشارع تبارك الله ولا كيخلق، راه كثر فيه الاغتصاب، كثر فيه يعني الشفره، كثر فيه المخدرات، كثر بانواعها، يعني كاين شويه المشقه، ولكن معليش ربي غادي يعيننا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه الايات الكريمه اللي وريت لكم دابا غادي تبقاو تعطيو لوليداتكم اخواتي هادو بجوج الكرويه، قيت له شويه في اتاي والشمر، شفتوا؟ بالنسبه للاخوات اللي كيقولوا لي ما عرفناش شنو هي حبه حلاوه، راه هي الشمر، صافي الشمر والكرويه غير جوج، راهم كيهدؤوا الاعصاب، مزيانين للكبارين ومزيانين للصغارين، وكيحيدوا الغازات، يعني فيهم فوائد كثيره. من غير اللي عندها ولدها فيه السمنه ما تعطيه الشمر صافي، اما اللي كانت يعني الوزن مزيان كل شيء مزيان عادي تعطيه ليديه، راه مزيانين اكثر ما تخيلوا، كيهدؤوا الاعصاب ولكن كيخليوك على بال، ماشي كيدوخوك كتولي حاضر ما حاضر، لا مزيانين ما كينعسوا ما حتى شي حاجه. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يسخر لكم الذريه ويجعلها ان شاء الله ذريه صالحه نفعه في الدنيا وفي الاخره. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الوليدات وكيقولوا لي دعي معنا ان شاء الله، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يا رب في هذا الشهر المبارك وفي هذه الاواشر ان شاء الله ما يخرج رمضان حتى يعني يعمر الرحم ديالك بشي وليد ولا بنيه اللي يفرحك ان شاء الله انت والزوج ديالك، انه على كل شيء قدير. بقاو ديروا النيه البنات، النيه 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 خالصه لوجه الله، انا راه الله كيسمعني ما فيهاش يمكن، هذيك يمكن راه شرك، راه كيسمعك، راه هو السميع هو البصير هو المجيب، فهمتوا؟ يعني راه كيسمعني وكيشوفني، غير طلبيه ويستجب ليك، اما هو راه كيسمعك وكيشوفك في اي لحظه في اي دقيقه في اي ثانيه، اي راه مشات عين راه معاك، غير وكان طلبيه، طلبي انه يستجب لك ويلطف بك ويلطف بالذريه ديالك. الله يعاونكم على تربيتهم، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون هذا الموضوع فادكم، وان شاء الله الا تبعتوا هذه الايات مع هذه الوصفه ان شاء الله راه غادي تشوفوا نتائج مرضيه باذن الله. كنبغيكم بزاف 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 بزاف، دعيوا معايا مع اختكم نجوى ام ياسين، كنتمنى لكم تنتم الصحه والعافيه، الى اللقاء، الى لقاء قريب باذن الله.